جدا لمصلحة فريق القادسية. حيطة معمولة، حسين شيعان في المرمى، القادسية تسديدة، نعم 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 يا قادسية، هي 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 القادسية. سجل الصربي من كرة رائعة جدا في المقص، استقرت، راحت على يمين شيعان، جول القادسية، واحد القادسية هنا في الخبر. هي هي يا المناع القادسية، هي هي القادسية. سجل أبناء الخبر وأتوا بالخبر الأول في المباراة، 1-0 للقادسية. شوف شوف وين وضعها، يا عين عيني في التسعين، صعبة والله يا شيعان، صعبة يا شيعان. شوف وين راحت، استقرت في الزاوية التسعين، طار معاها شيعان، حاول شيعان، لكن هي تدور الشبك، هي تدور الشبك. 1-0 للقادسية، 1-0 للقادسية مع هذه الكرة. ويا لجمال كرة